كيف يستطيع الامر طبعا واضح. اخر حاجه بالنسبه لنقد المال، هنتقل بس طبعا نماذج سريع يتعلق باللغه، جانب اللغه. وحقيقه الذي كشف عن قضيه طبعا اللغه ركيكه الى ابعد، وهذا ما لفت يعني اول ما تنبه هذه القضيه حقيقه كان الشيخ محمد عبده في اواخر القرن ال 19، كان له مقاله كده احدى المجلات البيروتيه، وسئل عن رايه في كتاب فتوح الشام، فقال رايه، قال اما اللغه المكتوب بها ماده كتاب فتوح الشام فواضح من اساليبها انها من صناعات المتاخرين، بل كان اكثر تحديدا الشيخ محمد عبده، عندما اشار الى ان اسلوب كاتبها يمتلئ الى طائفه القصاصين في الديار المصريه من ابناء المئه الثانيه والتاسعه. فعلا عندما تقرا الكتاب لا يمكن ابدا ان يمت باي صله للغه القرن الاول التاريخي، ابدا ابدا. عشان كده يقول ولا يرى عليه لهجه المدنيين ولا العراقيين، وذكرت بعض النصوص للدلاله على ذلك. نيجي بقى للنقطه الاخيره الثالثه، الكشف عن الباعث وراء كتابه هذا النص وعله الصدق الوقيدي منه. تساؤل مهم، يعني احنا تبين لنا دلوقتي بما لا لا مجال الشكل الوقيدي ملوش علاقه بالنص، تمام؟ طب ايه السر في القضيه دي؟ القضيه من خلال البحث تم الوقوف على النص غايه في الاهميه بين ثنايا الكتاب. يقول في هذا الشخص اللي هو صانع النص، قال الشيخ ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدي مؤلف هذا الكتاب، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، ما اعتمدت في اخبار هذه الفتوح الا الصدق، وما نقلت احاديثها الا عن فقار وعن قاعده الحق، لاثبت، خلي بالك عن العباره اللي جايه، لاثبت فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد، حتى ارغم بذلك اهل الرفض الخارجين عن السنه والفرض. كده وضحت المساله تماما، ان الكتاب ما هو الا رد فعل للرافضه الشيعه. اذا كان موقف من الصحابه معروف، فانا بقى هعمل كتاب عشان ابرز فيه عظمه الصحابه وطلبهم في الفتوح، وان كان ذلك فيه جور على حقيقه تاريخيه زي ما بين. يبقى واضح تماما ان الكتاب ماخوذ في هذا السياق، وواضح تماما ايضا التعصب المذهبي هنا هو اللاعب الاساسي في تحريك هذا الكاتب بصناعه هذا النص. طيب في نقطه بقى مهمه، طيب ثلاث صحابه، منهج السرديه. منهج السرديه عند اخواننا اللغه العربيه علم يعنى بدراسه موضوع قصص الشعب الاسطوري من حيث الاسلوب والبناء والدلاله. اهم محور يقوم عليه هذا العلم كيف يصنع الراوي الشعبي القصه الشعبيه او الفلكلور او الاسطوره. وبدا يضع مجموعه من الوظائف يقوم بها الراوي في صناعه قصص الشعب. من ضمنها الوظيفه التنبيهيه، الوظيفه التمهيديه. تجد يثني كثيرا على الموارد اللي يستقي منها الكتاب، وانه لا ينقل الا عن استقامة من قاعده الحق، وكلام ده اللغه دي تجدها مستمره بشكل اساسي في الكتاب. فالراوي هنا او الكاتب هنا يستخدم هذه الوظيفه بشكل رهيب جدا، حتى كلمه قال الراوي اللي بنشوفها بقى مع قصص الدستور بتاع الايه؟ الرباطه وزيد الهلالي والقصه دي، تجد عباره قال الراوي يعني فوق ال 50 مره في كتاب فتوح الشام. دلاله واضحه على اثر الايه؟ قصص الشعب في المسألة. وظيفه الاستباق او التنبؤ، ودي من ادوار الراوي في قصص الشعب ايضا. انه هيقوم مثلا بفتح مدينه من المدن، احد الصحابه مثلا. لازم يجي له حلم الاول او رؤيه عشان يفتح المدينه، وده اللي نشوفه مثلا مع خالد بن الوليد عندما جاء يفتح دمشق. خالد ما فتحش دمشق حسب النص الا ما شاف رؤيه الاول. وده واضح جدا، ده طبعا ده بتكلم عن نموذج واحد، لما في نماذج كثيره جدا. الوظيفه التوثيقيه يظهر طبعا افتعالا وتضليلا للمتلقي عشان يبان يعني واخد المصادر وانه له موارد وانه يسند وانه لا ليه امانه علميه. دائما يحرص على ان فكره ايه ويقول الراوي بعض الكلمه العباره اللي احنا اشرنا لها منذ قليل، ما اعتمدت في اخبار هذه الفتوح الا الصدق، وما نقلت احاديثها الا عن ثقات من قاعده. اخر حاجه الوظيفه التأويلية، ودي أخطر وظيفة
يقوم بها الراوي في القصص الشعب. ليه؟ لان هي بتطبع على الهدف والمقصد من صناعه هذا القصص اللي بيبث من خلالها مقاصده بقى اما مذهبيه اما سياسيه او قلنا غير ذلك من الامور. ودي هنشوفها ودي اللي من خلالها بقى يحاول ان يغير ملامح الحقيقه التاريخيه. يعني زي ما اشرت منذ قليل ضرار بن الازهر الواقيلي يؤكد انه قتل في معركه اليمامه والراجل ده يفضل شغال مع ضرار بن الازهر لحد نهايه تسوع الشام. يبقى النص هنا واضح جليا انه لابد ان ينقل من حيز الدراسات التاريخيه ليدرس في حيز دراسات القصص الشعب الاسطوري. وهنا بقى نختم بالايه؟ نتيجه البحث. نتيجه البحث كده وضح ان الواقيلي في هذا الكتاب اللي ما زال بعض الدارسين كما ذكرنا في البحث يعتمد عليه في فتوح يثبت تماما الواقيلي لا صله له بهذا الكتاب وان النص الاصلي ما زال مطويا او ما زال مفقودا وده يدعونا الى ان نرقب او الباحثون نرقب عنه املا في ان احنا نصل اليه ونرى بتحقيقه ونخرجه الى نور كافيه منه الدارسون. وشكرا على حسن السماع.